طيب، صباح الخير يا شباب. بدأنا المحاضرة الماضية نحكي في الـ Evaluation، تمام؟ وحكينا في عندي طريقتين لتقسيم البيانات، وحكينا إنه متى أستخدم هذه الطريقة ومتى أستخدم هذه الطريقة، وحكينا كذلك على الـ Errors، Training Error وال Validation Error وال Test Error، ورسمنا الثلاث منحنيات هدول وشفنا ايش ترتيبهم بشكل منطقي كيف ممكن يكون وكيف ممكن تستخدم هدول المنحنيات عشان تكشف اذا كان في عندك Overfitting ولا لا. تمام؟ وحكينا عن ال Underfit، وحكينا عن الفيت، وحكينا عن ال Overfit. تمام؟ طبعا اعطينا مثال للاندر فيت والاوبتيمال فيت والاوفر فيت لاكثر من تاسك، سواء كان ريجريشن او كلاسيفيكيشن او نيورال نتوركس. تمام، نيجي الان ل في عندي نوعين انا في الايفالويشن، في البريدكتيف اناليتكس. طبعا هذا الكلام معروف بالنسبه لكم، انا في عندي كلاسيفيكيشن وعندي ريجريشن. كلاسيفيكيشن لما يكون التارجت انا عندي كاتيجوريكال، ريجريشن لما يكون انا عندي تارجت عبارة عن نمبر. تمام، نيجي لأول لأنه كل واحد فيه له ايفالويشن مختلف عن الثاني. الأول الكلاسيفيكيشن ايفالويشن، في عندي حاجة اسمها كونفيوجن ماتريكس. تمام، كونفيوجن ماتريكس بتورجيني أرقام للكوريكت والانكوريكت بريدكشنز. تمام، الكوريكت والانكوريكت بريدكشنز. تمام، طبعا هذا الكلام على حسب الكلاس ليبل، وبدي اقارنه بالاكشوال اوت كم، يبقى بدي اقارن البريدكشن مع الاكشوال انكم. فبالتالي انه بتكون عباره عن ماتريكس السايز تبعها ان في ان، وان هو بيمثل انا عندي عدد الكلاسز. لو كان عندي عدد الكلاسز 3 فبالتالي بتكون 3 في 3. تمام، طبعا احنا هنعطي مثال 2 في 2 انه انا في عندي 2 كلاس ليبلز. تمام، وحنشوف المثال هذا. في المثال هذا زي ما انت شايف هاي الكونفيوجن ماتريكس انا عندي. تمام، طبعا هذا الاوتبوت اللي بيطلع لك اياه الموديل. تمام، اللي على الشقه هذه هيك. تمام، انه هذا الاوتبوت اللي بيطلع لك اياه الموديل، معنى ذلك انه هذا البريدكشن. تمام، يبقى هنا عشان اوضح لك اياه انه هذا الموديل بريدكشن. تمام، في انا عندي تو كلاسز، لنفترض انه الكلاسز هدول بوزيتيف ونيجاتيف، ممكن يكونوا يس نو، ممكن يكونوا اي بي، بغض النظر ايش هم. تمام، وفي انا عندي التارجت اللي هم الاكشوال كلاسز. انا عندي شو، كيف بدي افسر انا؟ يعني انا عندي حطيت هنا تو كلاسز وهنا برضه نفس التو كلاسز في التارجت، يبقى هذا الاكشوال. تمام، خليني احط لك هنا انه بوزيتيف وبوزيتيف، معنى ذلك انه الموديل عمل بريدكت انه بوزيتيف هذا النمبر A. انا في عندي فور نمبرز هنا A B C D. A بتمثل انه الموديل عمل بريدكشن بوزيتيف وهو فعلا بوزيتيف. B بتمثل انه الموديل عمل بريدكشن بوزيتيف ولكن للاسف هو نيجاتيف، فبالتالي هذا كوريكت هذا انكوريكت. هنا بيصير العكس. تمام، هنا عمل هنا السي انه الموديل عمل بريدكت انه نيجاتيف ولكن هو بوزيتيف، وهنا عمل بريدكت انه نيجاتيف وهو نيجاتيف. يبقى A و D هو الكوريكت، والانكوريكت هي سي والدي، السي سي والبي، السي والبي. تمام، كيف؟ مش انت بيكون في انت عندك في التست ديتا عمود للكلاس ليبل، وفي انت بيكون عندك العمود تبع البريدكشن، فبالتالي بيقدر يعرف انه كوركتلي بريدكتد ولا لا. تمام،
طيب هجيت نيجي لأول متريك اللي هو الأكيوريسي. الأكيوريسي إيش المنطق تبعها؟ الكوركت بريدكشن على كل الداتا سيت. وين الكوركت بريدكشن؟ أنا عندي الـ A والـ D، وصرت عارف الآن ليش الـ A والـ D على الكل اللي هو الـ A والـ B والـ C والـ D اللي هي كل الداتا سيت. تمام؟ يبقى هذا هو الأكيوريسي. تمام؟ هجيت في عندك مصطلحين هنا، البوزيتيف بريدكتيف والنيجاتيف بريدكتيف فاليو. تمام؟ البوزيتيف بريدكتيف فاليو ممكن يعني يطلق عليه برضه البريسيجن. تمام؟ هو عباره عن البروبوشن تبع البوزيتيف كيسز وير كوركتلي ايدنتيفايد. تمام؟ طبعا هنا البوزيتيف كيسز المقصود فيها يعني على حسب انت الابلكيشن تبعك ايش ممكن انه انت تفسرها. يعني على سبيل المثال لو بدي اخذ انا الكاستمر باي يس او نو، فبالتالي ممكن انا اعتبر انه اليس هي عباره عن بوزيتيف. في تطبيق ثاني زي الميديكال دياجنوسيس، انت بتعرف انه لما ما يكونش في عندك مثلا يعني تشخيص، لما ما يكونش انه المريض انه في عنده تشخيص للمرض، ايش بيقولوا على الكيس تبعته؟ نيجاتيف كيس. تمام؟ فبالتالي انه لا، بتنعكس انه انت يعني على حسب شو انت عندك اللي بتعتبره انه هو بوزيتيف او نيجاتيف. تمام؟ فالبريسيجن هي عباره عن البروبوشن تبع البوزيتيف كيسز وير كوركتلي ايدنتيفايد، يعني من البوزيتيف كيسز قديش عمل ايدنتيفيكيشن ل قديش انه جاب منهم كوركت. تمام؟ النيجاتيف بريدكتيف فاليو هي البروبوشن للنيجاتيف كيسز اللي وير كوركتلي ايدنتيفايد. تمام؟ sensitivity اللي هي هذه النيجاتيف بريدكتيف فاليو هي عكس البوزيتيف بريدكتيف فاليو. في انا عندي sensitivity او بسميها الريكول، هي عباره عن البروبوشن تبع الاكشوال بوزيتيف كيسز وير كوركتلي ايدنتيفايد. صحيح؟ لا، هي بتطلع دي كيف sensitivity الـ A. صحيح، مظبوط مظبوط. تمام؟ الـ positive cases which are correctly identified. حكيت أنت عندك الـ positive cases، إيش هي الـ positive cases أنت عندك؟ positive cases A و C، وين الـ correct منهم؟ الـ A، فبالتالي الـ A على الـ A زائد C. تمام؟ والسبيسيفيتي هي العكس تبعها، هي عبارة عن الدي على البي زائد الدي. تمام؟ هجيت البوزيتيف بريدكتيف فاليو اللي احنا حكيناها هذه، تمام؟ ايش هي عبارة عن الاي على الاي زائد بي، فبالتالي انه الاي على الاي زائد بي. والدي والنيجاتيف بريدكتيف فاليو هي عباره عن الدي على السي زائد دي. تمام؟ هنا انت بتطلع على البوزيتيف كيسز اللي كوركتلي ايدنتيفايد اللي هي الاي. تمام؟ وهنا انت بتطلع على النيجاتيف كيسز اللي كوركتلي ايدنتيفايد اللي هي عباره عن دي. تمام؟ فبالتالي انه انت عندك هنا البريدكتيف بوزيتيف فاليو ونيجاتيف بريدكتيف فاليو، هي عبارة عن الـ A على الـ A زائد B، وهذه عبارة عن الـ D على الـ C زائد B. لكن هنا إنه أنت بيكون عندك العكس، الـ A على الـ A زائد C، وهنا الـ D على الـ B زائد الـ D. نعم، حكيت حورجي لك إياها عمل. انت على اي نيجاتيف انت بتحكي؟ انت بتحكي على 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 البريسيجن، يعني هذا السنسيتيفيتي. يعني خليني عشان انه انا اسمي لك اياها هنا سنسيتيفيتي. سنسيتيفيتي احنا حكينا انه هي الريكول، وهذه هي البريسيجن.
دكتور انا قصدي مش هيك، قصدي هاي هلقيت عندنا الابعاد، عندنا بوزيتيف ونيجاتيف، نعم عند التارجت وعند المودل بريدكشن. نعم لقيتها البوزيتيف يعني عند الايه بنقدر نقول انه هي بوزيتيف في الاكشوال بوزيتيف، والمودل توقعها بوزيتيف. هذه كمان مرة انه هنا عندك الموديل بريدكشن نعم الاي هي عبارة عن انه الموديل عمل بريدكشن بوزيتيف وهو انه هي فعلا بوزيتيف. تمام؟ اجيت احنا في البريدكشن، فما دام في البريدكشن انت بتطلع على الجزئية هذه. تمام؟ هنا انه البريدكشن الموديل عمل بريدكشن انه نيجاتيف ولكن هي في الواقع انه بوزيتيف، فبالتالي هذه انكوركت. يبقى هذه كوركت وهذه انكوركت. تمام؟ يبقى هنا هذه كوركت ودي كمان كوركت. هذه بتكون العكس. تمام؟ أجيت انت لو كلاس ليبل كان بالانسد انت عندك يكفي انه انت تطلع على الاكيورسي، خلاص تقدر انه انت تعرف انه قديش الكوركتلي كلاسيفايد وقتيش انه انت بتطلع على المقاييس الثانيه اللي هي البريسيجن والريكول، تطلع عليها لما والبوزيتيف بريدكتيف فاليو والنيجاتيف بريدكتيف فاليو لما يكون في عندك الكلاس انبالانسد، وبتقدر انه انت تجيب هذه القيم لكل كلاس ليبل، لانه ممكن الموضوع انه يكون بيخدع. يعني على سبيل المثال انت في عندك 90% من الكلاسز تبعونك انه بينتموا للكلاس A والدقة فيهم عالية جدا، وعندك الكلاس B هي عبارة عن 10% والدقة فيها منخفضة، فانت لما تيجي تحسب الدقة ككل تطلع عالية مع انه الموديل فاشل جدا في التعرف على الكلاس القليل الكلاس B. تمام؟ فعشان هيك انت بتطلع على القيم هذه وبتشوف كل واحدة انه يعني انه يعني قديش اداؤه لكل كلاس لحال عشان انت تقدر تحكم على الموديل انه هل هو فعال ولا مش فعال. تمام؟ هنشوف هذا الكلام بشكل عملي الان. تمام؟ واضح؟ نعم. حكيت السنسيتيفيتي هي الريكول. تمام؟ سبيسيفيس عفوا البريسيجن هيها مش هذه. تمام؟ البريسيجن هيها اللي هي البوزيتيف بريدكتيف فاليو. معك حق. نعم نعم حكيت احنا حكيت انت بتطلع على الاي على الاي زائد بي على الاي زائد سي، صح؟ تمام. معنى ذلك انه انت قاعد بتشوف انه من الموديل بريدكشن. تمام؟ انت بتطلع على البوزيتيف كيسز اللي كوركتلي ايدنتيفايد. تمام؟ حكيت البوزيتيف كيسز اللي كوركتلي ايدنتيفايد اللي هي عباره عن الاي. تمام؟ من كل البوزيتيف كيسز اللي هي اكشوال اللي هي الاي زائد سي. نسبة بس للبوزيتيف. تمام؟
نعم هجيت هم الاكزامبلز اللي كلهم اكشوالي بوزيتيف عبارة عن A زائد C. الموديل تبعي قديش منهم جاب صح؟ A بس. بدك تنظر لها بالطريقة هذه. تمام؟ هجيت هنا هذه العكس. انت بتطلع على النيجاتيف انه الموديل عمل الاكشوال نيجاتيف انا عندي قديش؟ بي ودي بي زائد دي. الموديل قديش جاب منهم صح؟ بي بس. تمام؟ عفوا دي بس. تمام؟ هجيت هنا انت بتطلع بالطريقه هذه. بتطلع هيك، يعني هنا هذه سنسيتيفيتي والسبيسيفيتي انه انت بتطلع على العمود هذا والعمود هذا. تمام؟ وبتطلع هنا على البوزيتيف كوركت كيسز والنيجاتيف كوركت كيسز. هنا انه انت بتطلع على الصف هذا والصف هذا اللي هي البوزيتيف بريدكتيف كيسز والنيجاتيف بريدكتيف كيسز. تمام؟ بالضبط. هجيت الموديل هنا عمل بريدكشن انه A وهو فعلا A قديش؟ A. تمام؟ وهجيت هو يعني كان في عندي بعض الاكزامبلز اللي هم المفروض يكونوا دي ولكن عملهم انه بريدكشن يعني كانوا هم نيجاتيف ولكن عملهم بريدكشن بوزيتيف. تمام؟ فبالتالي انه هذه تعتبر انه انكوركت. كانوا نيجاتيف ولكن عملهم بريدكشن نيجاتيف. فبالتالي هذه انكوركت بريدكشن، فعشان هيك انه هي A على A زائد B. تمام؟ هجيت نشوف هنا بأرقام. هجيت انا عندي قديش عدد الاكزامبلز هنا في هذا المثال؟ مئة وخمسين، مئتين، مئتين مظبوط. هجيت انت عندك ان اللي هي عدد الاكزامبلز اللي هي 70 اللي هي عبارة عن ال A زائد B زائد C زائد دي واللي بيساوي 70 هي ال A 70. تمام؟ B وينها؟ 20. تمام؟ نعم. يبقى أنا عندي البوزيتيف اكزامبلز قديش؟ 70 و30. قديش جاب منهم صح؟ 70 وغلط في قديش؟ 30. تمام؟ هجيت النيجاتيف اكزامبلز قديش أنا عندي الاكشوال؟ 100. قديش جاب منهم صح؟ نيجاتيف 80 وغلط في 20. تمام؟ البوزيتيف بريدكتيف فاليو اللي هي على حسب هنا انه هي الاي على الاي زائد بي بتطلع انت عندك 78. نيجاتيف بريدكتيف فاليو معنى ذلك انه وكانه انت جبت الاكيورسي لكل كلاس لحال، لقيت انت عندك الاكيورسي كلها 75. اثنين مع بعض الكوريكت كلها عباره عن 75. بس انا بدي اشوف لكل واحده لحال ايش يا استاذ؟ اللي هي عبارة عن 70 زائد 80 على 200. 70 زائد 80 على 200 الكوريكت، هاي زائد هاي على 200، طلع انا عندي 75. هذا للتو كلاسز مع بعض. بس انا بدي اشوف لكل كلاس لحال. كيف بدي اشوف لكل كلاس لحال؟ انا عندي بوزيتيف كلاس ونيجاتيف كلاس. بدي اشوف الاكيورسي لهذا الكلاس لحال، هل هم متساويين؟ هو ادق في الكلاس البوزيتيف وبيغلط شوي في الكلاس النيجاتيف. تمام؟ هنا انه بيجيب 78 وهنا 73، الافرج بيناتهم هم الاثنين 75. تمام؟ كيف؟ صحيح.
في الثلاثة كلاسز بده يكون في عندك هنا في الماتريكس بدك تعمل ثلاثة في ثلاثة، وهنا راح تكون انت عندك المصفوفة انه هنا راح يكون في عندك صف، انه هنا مثلا على سبيل المثال الكلاس A B تمام، هنا راح يكون في C. فايش معنات هذا الكلام؟ انه هنا راح يكون كيف؟ صحيح صحيح، يعني انت عندك حيكون هنا A B C تمام؟ هذا حكينا انه له بريدكشن B، وراح يكون في عندي هنا ال A اللي هو الاكشوال تمام؟ راح يكون انا عندي A B C. هنا راح يكون عندك الرقم هذا بيمثل انه الموديل عمل بريدكت A وهو كان فعلا A تمام؟ وهنا انه الموديل عندك عمل بريدكت B incorrect prediction هو A وهنا العكس تمام؟ فبالتالي يفترض اذا كان الموديل كويس تمام الرقم هذا يكون على سبيل المثال 78 تمام؟ وهنا غلط على سبيل المثال في 3 وهنا غلط في 5 بالضبط. فالارقام العاليه يفترض تكون انت عندك هنا في الدياجونال زي هيك تمام. فهذا الكلام ابليكابل على 3 في 3، 3 كلاسز 4 كلاسز قد ما بدك. فبالتالي بتقدر انه انت تجيب لكل كلاس في الكونفيوجن ماتريكس. ايش معنى الكونفيوجن ماتريكس؟ الموديل عمل كونفيوج، يعني عمل كونفيوجن تلخبط انه هو عمل بريدكشن انه بي ولكن هو في الفعل اي. قديش هدول؟ هذا الرقم. احنا ايش كنا لسه جايين تمام خلاص واضح. طيب في اي سؤال في الكونفيوجن ماتريكس؟ هاجد انت مطلوب منك في البروجكت لما انت تيجي تقارني الثلاثه موديلز بدك تورجيني الكونفيوجن ماتريكس تمام، وتحكي لي انه انت عندك الاكيوريسي كلها بشكل عام قديش، وعندك الاكيوريسي لكل كلاس لحال قديش. فبتورجيني انه المود يعني لما تقارن ما تقارنش على هذا الرقم فقط على الاكيوريسي، بدك تقارن انه قديش الاكيوريسي لكل كلاس لحال وتشوفه انه، لانه ممكن على سبيل المثال قد يكون في عندك كلاس اكثر اهميه من كلاس ثاني والنسبه هذه بتكون مش مقبوله. على سبيل المثال انت عندك في الكريدت كارد في الفراود ديتكشن انه انت عندك اغلب الترانزاكشن نورمال تمام. الفراود ترانزاكشن الليبل تبعها فراود هي قليله، وبرضه لو غلط فيها 50% مصيبه، لا بقبلش هذه النسبه. وانت تيجي تطلع لي على النسبه العامه ككل وتقول لي النسبه فوق ال 95، لكن في الفعل انه هو فعليا في الكلاس A او الكلاس انه النورمال ترانزاكشن هي عباره عن نسبه عاليه تمام، لكن الكلاس تبع الفراود هي عباره عن نسبه متدنيه ما بقبلهاش كابلكيشن انا تمام. فانت مطلوب منك في البروجكت انه انت تعطيني الكونفيوجن ماتريكس والناين بيجيب لك اياها بمرتبه. هو طبيعي، هو طبيعي اذا انا بدي لك يعني دروس بالعربي اكثر من الانجليزي انه انت يعني تغلط بالانجليزي، بس يعني يفترض انه الدروس اللي انا اعطيتك اياها بالانجليزي انه انت ما تغلطش فيها، يعني انه برضه ففي اساليب ثانيه انه انت ممكن انه انت تعملها عشان انه انت تقلل تاثير انه عدم توزيع الكلاسز بشكل عادل تمام. في اساليب ثانيه انه انت ممكن انه انت تعملها، زي مثلا على سبيل المثال ممكن تعمل داتا اوجمنتيشن. ايش الاوجمنتيشن؟ بدك تعمل تكبير للبيانات اللي هو الكلاس القليل بتكبره، بتكبر عدد بتكثر عدد الانستانسز بطريقه معينه. انه انت تعمل بعض عمليات الترانسفورميشن انه بيعمل لك بروديوس لنفس الانستانس تمام، مع شويه تحويلات انه هي بتكون بتأدي لنفس
الكلاس، او انه ببساطه في بعض الالجوريثم تقبل جدا انه انت تعمل دبليكيت للريكوردز عادي جدا. يعني الريكوردز هذه انت عندك 300 ريكورد انه فراود، اعملها دبليكيت صارت 600، فبالتالي انت بتدي للالجوريثم انه فرصه اكثر انه هو يتعلم عليه اكثر. الريجريشن، طبعا الريجريشن انت عندك البريدكشن هو عباره عن نمبر، تمام؟ فبالتالي انت بيكون في عندك هنا زي الهاوس برايس مثلا على سبيل المثال، وزي الفلايت برايس، تمام؟ فانت بيكون في عندك هنا يفترض انه الموديل بيطلع لك عمودين، عمود البي تمام وعمود الاي اللي هو الاكشوال كلاس. فبالتالي هنا سعر الفلايت انت عندك على سبيل المثال 300 دولار، تمام؟ طلع لك اياه 250، فبالتالي قديش الايرور؟ وعمره ما راح يطلع لك اياه اكزاكت. في الريجريشن انت بدك تقبل الموديل انه في ايرور، تمام؟ بس الايرور المقبول قديش انت بتسامح؟ بتسامح انه يكون خطا في السعر 50 دولار، 25، 300 دولار، 1000 دولار، انه يكون غلط في السعر، في سعر التذكره، غلط في سعر التذكره 1000 دولار لا، لكن في سعر البيت 1000 دولار مقبول، تمام؟ واضح؟ فبالتالي على حسب الابلكيشن. ما انا بقول لك على حسب الابلكيشن، حسب الابلكيشن انت سعر التذكره قديش انه انت ممكن انه انت بلس ماينس انه انت يعني انه انت تسامح فيه 50 دولار ماكسيموم، 100 دولار ماكسيموم، تمام؟ لكن انت سعر البيت ممكن انت عندك البيت 1000 لغايه 2000 دولار ماشي بلس ماينس، يعني انه جبت لي بريدكشن ها معقول صحيح يعني نوعا ما. عشان هيك ايش؟ بالضبط. مراعاة لإيش؟ أسعار إيش؟ هاجيت أول مترك اسمه روت مين سكويرد ايرور. لاحظ إنه أنت دائما لما بتربع طبعا التربيع عشان نتخلص من الماينس، لأن بيهمني الفرق بغض النظر عن الإشارة، يعني أنا الفرق 50 دولار في سعر التذكرة تمام سالب ولا موجب بيهمنيش، بيهمني إنه في فرق، في 50 فرق، أنت غلطت في 50 دولار تمام. فهجيت أنت لما تربع طبيعي جدا إنه أنت ترجع تحط تحت الجذر. هجيت هنا عندك مين، ما دام أنت عندك مين معنى ذلك إنه أنت بدك تقسم على الأن، تمام؟ عبارة عن إيش هذا؟ عبارة عن البي ماينس الاي. ايش البي؟ صحيح، البي هو البريدكشن والاي هو الاكشوال، وعندك هنا اي معنى ذلك انه انت حتعمل هذا الكلام، تمام؟ هاي الاي واحد، تمام؟ اي اثنين، وهكذا حتعمل على كل السجلات، تمام؟ فانت بتاخذ المجموع وبتقسم على عددهم، تمام؟ طبعا هنا حصل الفرق انت بتربعه، بعد ما انت بتربع تاخذ الجذر، تمام؟ حكيت هذا ريليتيف، تمام؟ هذا نفس اللي فات بس هذا ريليتيف، بدل ما نقسم هنا على الان بنقسم على حاجه اسمها الاي بار. ايش الاي بار؟ اللي هو المتوسط، تمام؟ ايش الفائده من ذلك؟ root mean square error وأنا أحسب ده صحيح، تمام؟ طب اللي متى بدي أستخدم هذا بالذات؟ يعني أوكي بس متى أستخدم في حالات معينة؟ ولا دائما؟ لأنه عندي أكثر من خيار، مثلا اللي بعد هو ده ممكن صحيح، فأنت بتطلع عليهم كلهم. بس ان انت ممكن ان انت تركز على شغله معينه، كيف ممكن تركز على شغله معينه؟ يعني على سبيل المثال ممكن انه لما تكون انت عندك البريدكشن انت عندك بالفلوتنج بوينت، اللي بتفرق معك الفلوتنج بوينت، ممكن انه انت تطلع مثلا على سبيل المثال انه تربع وتاخذ الجذر
لما انت تاخد الجدول للتربيع بروح اثر التربيع، بس بتكون انت اوريدي قللت الايرور. ليش قللت الايرور؟ لانه كل ما لما يكون فراكشن، لما يكون فراكشن وتربعه ايش بصير؟ بتقل القيمه، تمام؟ بتقل القيمه. فبالتالي انه انت بدك تنظر لها على هذا، يعني على هذا المنظور، انه انت على سبيل المثال انه انت بدك تطلع على الفراكشنز بالنسبه لك انه هي مهمه ولا مش مهمه. فبالتربيع بتقل التاثير تبعها، تمام؟ اي نعم انه انت بتاخذ الجذر، بس انه انت قللت التاثير تبعها. هنا على سبيل المثال في الابسوليوت انه انت ما بتطلع على، يعني على ارقام عشريه او ما بتربع، بدل ما انه انت تربع وترجع تاخذ الجذر، خلاص انه انت بتاخذ الابسوليوت. خلينا في الريلاتيف. الريلاتيف نفس اللي فات، ريلاتيف سكويرد ايرور ار اس اي. فهنا نفس هذا بالضبط، تمام؟ بس بدل ما نقسم على الان، بنقسم على ايش؟ متوسط الفرق مع المتوسط. متوسط الفرق مع المتوسط، تمام؟ ليش انا حكيت متوسط؟ لانه انت عندك هنا سميشن، تحسب قديش حاصل فرق كل بريدكشن عن متوسط البريدكشنز. كيف؟ وين الـ A؟ هيها summation للـ A على الـ N، تمام؟ فبالتالي الـ N هنا included يعني، تمام؟ طبعا حاصل الفرق مع المتوسط، في قيم حتكون اعلى من المتوسط وفي قيم حتكون اقل من المتوسط، فبالتالي انه بتربع خلص بطير الموجب والسالب، يعني بطير السالب تحديدا، تمام؟ هذا ريلاتيف. كل ما تلاقي ريلاتيف حتلاقي انه هو بقسم على متوسط الفرق مع المتوسط، تمام؟ الفرق مع المتوسط. حاجات الابسوليوت نفس الروت مين سكويرد ايرور، بس بدون تربيع وبدون جذر، ولكن انه هنا اخذ الابسوليوت فاليو وقسم على الان. ام اي اي مين ابسوليوت ايرور، وفي عندك ريليتيف ابسوليوت ايرور. بدل ما انت تقسم على الان، نقسم على الفرق مع المتوسط، تمام؟ مجموع الفرق على مع المتوسط، تمام؟ هي المتريكس اللي انت ممكن تطلع عليها. فبالتالي هنا في الكلاسيفيكيشن، كل ما كان الرقم هذا اعلى بيكون افضل. اما في الريجريشن، ما دام انه هذا ايرور، كل ما كان اقل بيكون افضل. فبالتالي انت بتختار الموديل اللي له اقل ايرور بغض النظر عن ايش. انت حتقارن بين تو موديلز، يعني انت على سبيل المثال الموديل الاول الايرور تبعه كان على سبيل المثال 5.3، والموديل الثاني كان الايرور تبعه 1.5، فمين الايرور اقل؟ فانت بتطلع على تو موديلز، تمام؟ بقول كاش انه الايرور كل ما كان اقرب للصفر بيكون افضل. هو صحيح كل ما قل بيكون افضل، لكن انت بتطلع على تو موديلز مع بعض، فالموديل اللي ايرور تبعه اقل هو الافضل. اما الكلاسيفيكيشن، الموديل الاكيرسي تبعته اعلى هو اللي بيكون الافضل، تمام؟ فانت تيجي لما تحكي لي في الكونكلوجن تقول لي والله ديسيجن تري كانت افضل بناء على ارقام، تقول لي انه كانت الاكيرسي تبعتها اعلى. او تيجي تحكي لي والله الكي ان ان هو الافضل، تمام؟ فبالتالي انه الاكيورسي تبعتها اعلى. ومش هيك بس، حتقول لي الاكيورسي وحتقول لي انه الاكيورسي لكل كلاس لحال انه هي الافضل، تمام؟ فهكيت انت بالنسبه للكلاسيفيكيشن، في كلاسيفيكيشن الجوريثم عديده انت ممكن تطبقها في المشروع. بالنسبه للريجريشن طبعا تقريبا كل خوارزميه في المعظم، يعني يعني كل خوارزميه في الكلاسيفيكيشن بتلاقي فيه لها مقابل في الريجريشن. يعني ديسيجن تري بتلاقي ديسيجن تري ريجريسور، كل ما تلاقي الاسم هذا معنى ذلك انه هي عباره عن ديسيجن تري، ولكن التارجت تبعي بيكون عباره عن نمبر. واللينير ريجريشن، وعندك الكي ان ان. الكي ان ان كيف بيعمل بريدكشن؟ ما احنا عفوا، لا
كين عن كيف يعمل بريدكشن في الكلاسز، بجيب ثلاثة انستانسز على سبيل المثال لو كانت الكي، بشوف ايش الكلاس تبعهم الغالب، لكن لما يكون نمبر ايش بسوي؟ متوسط. تمام؟ فبالتالي في عندك nearest neighbor regressor، فممكن انه انت تجربه في المشروع عندك، فبالتالي هيك في عندك اكثر من خوارزميه انت ممكن انه انت تجربها في المشروع في الريجريشن. فبالتالي عندك decision tree regressor، في عندك linear regression، وفي عندك nearest neighbor regression. صحيح، ممكن انه انت تستخدمه، ما فيش مشكله. تمام؟ في اي سؤال بالنسبه لل evaluation matrix؟ ايش سؤالك؟ صحيح، هذيك الكلاسترنج اسمها كي مين. صحيح، في كان ريجريسور، في كان ان ريجريسور، حكيت اشوف لك اياها. تمام، ار ام اس اي روت مين سكويرد ايرور. صحيح، تمام. حكيت كمان يعني كلمه اخيره هنا بس عشان انه انا انهي الفيديو هنا وابدا في العمل. كمان مره في البريدكتيف اناليتكس في عندك، ادي حفتح لك النايم واوضح لك. تمام، بس كلمه اخيره هنا ركز معايا، برجع بكرر لك كمان مره، انه انت عندك في البريدكتيف اناليتكس في عندك ايفالويشن ماتريكس معتمده للكلاسيفيكيشن والريجريشن، ممكن تطبقها على اي خوارزميه. في الان سوبرفايزد احنا اخذنا كلاسترنج واسوسيشن رول. اسوسيشن رول في له ايفالويشن لحال، والكلاسترنج في له ايفالويشن لحال. خلي يعني خد في عين الاعتبار هذه الشغله. يبقى انت لما تستخدم الكلاسترنج بدك تستخدم الايفالويشن، طرق الايفالويشن الخاصه بالكلاسترنج. لما تستخدم اسوسيشن رول بدك تستخدم طرق الايفالويشن الخاصه بالاسوسيشن رول. تمام؟